أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أنه يجرى العمل على توقيع اتفاقية تأخٍ بين مدينة دهب ومدينة ياجودينا الصربية لفتح أسواق سياحية جديدة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس حزب صربيا الموحدة وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين والأطباء والإعلاميين. تناول اللقاء سبل التعاون الاستثماري والتجاري والسياحي بين البلدين. وطلبنا منهم ان يبقى في تعاون بين مدينه دهب واحد المدن اللي هو يعني ممثلها في مجلس النواب الصربي، وهو وافق. هيبقى عندنا توأمه بين شرم الشيخ ونيخ وترأمه بين دهب وباجودينا. ففي الحقيقه دي ثمار احنا بنجنيها دلوقتي، والتحرك والعمل الجاد والعلاقات. السيد الرئيس طبعا كان لسه في صربيا قريب، كل ده كله عمل زخم كبير قوي، والزيارة دي هيبقى ليها ان شاء الله فوائد كثيره علينا وعلى صربيا الفتره القادمه. يونس شتو زا فاس важно 15 نوفينرا اي صربيا. وبالنسبه لنا الامر المهم لكم انه هناك ضمن الوقت 15 صحفي من صربيا. كاكو بي بريكازالي شرم الشيخ باش اوناكو كاكو بريليبو ايزغليدا. حتى نقدم احسن واجمل المعلومات عن شرم الشيخ. إذا povećamo broj turista iz Srbije u ovu regiju. وحتى يتم زيادة عدد السياح من صربيا لهذه المحافظة. Prvi put kada smo se sreli u Beogradu, njegova ekscelencija guverner i ja. أول مرة عندما التقينا في بلغراد السيد المحافظ وأنا. Ja sam video da tu postoji ogromni potencijal saradnje u budućnosti. أنا شفت أنه